معبد دندرة، واحد من أجمل المعابد المصرية وأفضلها حفظاً، كان مركزاً لعبادة حتحور معبودة الجمال والموسيقى والأمومة. في محافظة قنا شمال الأقصر على الشاطئ الغربي من النيل وفي قرية دندرة يوجد واحد من أهم المعابد المصرية، معبد دندرة، الذي يعود لعصر البطالمة منذ حوالي 2500 عام. أعمدة المعبد تعلوها تماثيل لرأس المعبودة حتحور. معبد له أصول مصرية قديمة، عندنا أثار من عهد خوفو ومن عهد بيبي، لكن طبعا المعبد بيرجع للفترة البطلمية، هو معبد مصري من الفترة البطلمية. البطلمة اللي هم جم خلفاء الإسكندر الأكبر من أول بطليموس الأول لحد الملكة الشهيرة كليوباترا السابعة، وحكموا مصر يعني من حوالي بعد نهاية عصر الإسكندر الأكبر إلى 30 قبل ميلاد السيد المسيح، وبنوا هذا المعبد العظيم مخصصة لهذه الربة حتحور. أبرز ما يميز هذا المعبد هذه النقوش والرسومات الملونة التي تزين الأعمدة والأسقف، مناظر وكأنها رسمت بالأمس القريب للطقوس الدينية التي كانت تقام في هذا المعبد، ومنها صور للملوك والأباطرة يقدمون القرابين. معبد دندرة الاسم جاي من فين؟ جاي من تا نترت، يعني أرض الإلهة. دندرة معبد واحد من أكمل بالكاف أكمل المعابد المصرية القديمة، بني على أساس من الدولة القديمة، في أساس لخوفو. المعبد ده فيه تيجان أعمدة من أروع ما يكون، في نقوش من أروع ما يكون. بدأ المجلس الأعلى آثار من 3 سنوات بإزالة الاتساخات والتكلسات وظهور نقوش وألوان لأول مرة. فتحنا سراديب كانت مغلقة لأول مرة أنها تتزار في 3 سراديب. مناظر الأبراج الفلكية الفريدة التي تزين الأسقف تعتبر أهم سمات هذا المعبد، وأيضاً مناظر لأسطورة اتحاد حتحور مع قرص الشمس، ومنظر الملكة كليوباترا وابنها قيصرون وهما يتعبدان. المعبودة حتحور كانت من ضمن أهم المعبودات في مصر القديمة، وكان لها عيد عظيم جدا في الفترة اليونانية الرومانية، وكان لها ثالوث مكون من الأب والأم والابن في هذا المعبد، ومن خلال إقامة الطقوس من خلال الكهنة الموجودين في هذا المعبد. معبد حتحور بدندرة تحفة فنية ومعمارية فريدة بين الآثار المصرية. سمر بشات لصباح العربية من دندره.